مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كرات الموز. عنا موز بهيدا الحجم، بسكوت لوز ناعم بهيدا الشكل. بدنا نعملها بثلاث مكونات فقط. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بدنا نعمل البسكوت اول شيء، نحطهم بجار. فينا نعمل بالمكنة عشان يطلعوا بيكون كتير كتير ناعمين. هول البسكوتات بعد ما عملناهم، هلا بدنا نحط فوقهم الموز. بسم الله. على فكرة إذا البسكوت كتير بنزيد موز، وإذا خفيف البسكوت شو بنعمل؟ منزيد بسكوت. يعني طريقة مش معقدة، ما بنهتل الهمية طلعت رخوة او شي بتعذب او شي، عرفتوا كيف؟ ما في اي مشكلة ابدا. بعجنهم بالإيد. بعجن لتشد مع العجينة تتماسك منيح مع بعض. شفتوا كل ما عجننا كل ما تشرب البسكوت الموز وصار عنا عجينة متماسكة بهيدا الشكل. شفتوا كيف عجينة كتير رائعة صار عنا. هلأ بعملها كرات، نعمل الحجم اللي منرغب فيه. أنا رح أعمل هيدا الحجم، كتير رائع هيدا الشكل، وبغطى باللوز. فينا كمان نغطى بفستق حلبي وجوز الهند بندق حسب الرغبة بهيدا الشكل. هلا بحطها بصحن. اعمل وحدة تانية كمان. فينا على فكرة مع الخلطة هون البسكوت والموز نحط بقلبها اذا حبينا لوز كمان. يعني طريقة كتير كتير مثل ما شايفين رائعة وسهلة، وبتلات مكونات فقط، يعني ما بدها شيء، كل شيء موجود عندنا بالبيت. هول الكرات اللي عملتهم انا وياكم، طلعوا 28 كرة. استعملت موزتين حجم وسط و15 بسكوتي، ومثل ما قلت لكم سابقا انه كتير طريقتها سهلة ومش معقدة. اذا حطينا مثلا بسكوت وطلعت شادة شوي مع الموز فينا نزيد موز، واذا حطينا كمان موز طلعت رخوي فينا نزيد بسكوت. يعني ما في ابدا اي مشكلة بالطريقة. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.